لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. حاليا النادي القنيطري عنده 13 نقطه وامكانه يقترب اكثر من بقيه الانديه اللي كاينه في الصداره ديال الترتيب ديال البطوله. عنده مباراه مقبله بدوره غادي تكون مباراه مهمه للغايه. كنتكلموا هنا على الكاك ديجا. فالجديد ديال الفريق ديال النادي القنيطري معطيات عديده على هذا الفريق. ناخذ الجديد ديالو مع صديقنا مروان المهدن. مروان خويا مرحبا بك، ناخذ معك جديد ديال فريق الكاك. نسولك على مولاتي، لعب مولاتي تعرض لإصابة، الناس باغي يعرفوا مده الغياب ديالو، كنعرفوا الاهميه ديالو في الفورماسيون ديال فريق الكاك اضافه للمباراه كونتر السوالم. تفضل مروان، اهلا بك. مرحبا بك ايوب، مرحبا بكل المستمعين ومستمعات راديو مرفق. خبر فريق النادي القنيطري، نبدا معك ايوب من الخبر ديال مولاتي. الاصابه ديال مهدي مولاتي اللي ما كملش الماتش كونتر ستاد، يعني خرج مصاب. الاصابه ديالو هي تمزق في الرباط ديال الركبه اليسرى، وبالتالي غيخضع للعمليه الجراحيه اللي باقي ما دارهاش قبل الاستفاده من فتره الراحه. غتمسد واحد شهرين حتى ثلاث شهور ايوب، يعني تقريبا نقدر نقولوا نهايه الموسم بالنسبه. وعاد خصو يرجع، خصو هذه يعني تقريبا اصابه صعيبه شي شويه، ضربه موجهه للفريق النادي القنيطري نهايه الموسم. بالتالي فمولاتي المهدي مولاتي اللي جا تالق كبير للاعب صاحبه فريق النادي القنيطري. بالنسبه للكاك، يعني كما قلت ايوب، الصف الثاني 13 نقطه، ثلاثه انتصارات اللي كنحققهم كونتر الراك وبن غرير وستاد، اربعه تعادلات كونتر بني ملال الشيره وداد سمارة وقنيطرة، وجوج هزيمات اللي كانوا في قنيطرة بجوجهم، كونتر سلا بجوج واحد وكونتر توارقه بجوج واحد. الفريق مركز سعود ودخلت عليه يعني الثمانيه ديال البيوت. لونطريمون هذا الاسبوع يعني كانت عاديه جدا، بدات نهار اثنين حصه في لاصال في العشيه، البارح كانت حصه في العشيه، اليوم كانت حصه في الصباح، وغدا يعني غتكون كذلك حصه مع الوحده ديال النهار، والجمعه تكون حصه في الصباح كحصه اخيره قبل ما الفريق يدخل في معسكر مغلق بحد الفنادق في النادية كونسونتراسيون. بالنسبه للغيابات، كاين غياب ديال المؤثر ديال الرحماوي، يعني اللاكس عنده اربعه انذارات، والغياب كما قلت مولاتي. العوده ديال مهدي بلطام اللي كان ما لعبش الماتش كونتر ستاد، يعني اللي كان عنده اربعه ديال الصفرات غيرجع. باقي اللاعبين يعني كلهم جاهزين، كلهم يعني تقريبا غيكونوا واجدين. بالنسبه للغداء ايوب، هو غدا مع 11 ديال الصباح غيتم تقديم المشرف العام الجديد عزيز العامري احد الفنادق في الناديه لتقديم المشروع ديالو الخاص بالفئات، وكذلك الاستراتيجيه اللي غيتم الاشتغال عليها مستقبلا كمشرف عام جديد. كذلك غيتم توقيع شراكه تهم مستقبل ديال الفئات العمريه، الكل يعني العزيز العامري اللي عنده خبره كبيره في الفئات العمريه، كذلك الانجازات اللي دار في فريق المغرب التطواني هذا اللي كان شار ليه الرئيس علي رماشي في اتصال هاتفي معاه، قال بان التجربه الكبيره اللي كتوفر لعزيز العامري جعلت انه يستقدم الفريق باش انه يكون المشرف العام ديال الفريق النادي القنيطري. كذلك الفريق اللي كان وقع شراكه مع شركه ديال الملابس الرياضيه الجديده، الفريق يعني الفريق كله من الفريق الاول حتى للفئات الصغرى، كذلك بادره مزيانه تحسن الفريق النادي القنيطري. كذلك الفريق يعني فتح باب الخيرات ابتداء من الاثنين الماضي الى غايه 8 مارس، حرصا على توسيع القاعده ديال المنخرطين، وحددت اداره ديال الفريق الخيرات يعني في 5000 درهم كالسومه ديال الكراء ديال الانخراط بالفريق داخل فريق النادي القنيطري. بالنسبه للانتدابات، كنا سابقا يعني الفريق اللي كان يعني ينتدب واحد ستة لاعبين، الشرقي البحري، اسامه غريب، ستولي، محمد لامين سيلا اللي كان عنده اول ماتش كونتر ستاد، يعني كان متعلق لاعب ديال جاباري، با منصور اللي كان سجل البيت الاول، محمد العمراوي لاعب يعني لعب سبق ولعب فريق اتحاد طنجه، وكان يعني الاخر من فريق ريزيرف على فريق الاتحاد البيضاوي، ووقع فريق النادي القنيطري لاعب اللي كيلعب في الباندا، يعني لاعب في كوتي غوش، لاعب اللي عنده امكانيات مزيانه. كذلك تم تأهيل مجموعة من اللاعبين اللي كان الخوبري، كان كناسات، أبو معزة، بوردوم، مي هاد اللاعبين أيوب لعبوا في ليسبوار، يعني كيترينوا مع الفريق الأول، ويعني في ليسبوار كيلعبوا مع الفريق ديال ليسبوار. بالنسبة للفريق يعني غادروه الفريق ريزيل مع مجموعة من اللاعبين، يعني غادروه اللاعب سالم باوا اللي كان يعني تيتولار السامري عايش تقريبا مع الطاقم التقني ما اقتنعش بالإمكانيات ديال سالم باوا البيمين اللي غادر الفريق. كذلك عبد القادر اللي مشى لأولمبيك خريبكا، عبد الصمد عابيسي اللي كان جا مع المدرب بن عبيشه من واتزون، سعيد ازروال اللي كان جا من جحسوس، وكذلك اللاعب السنغالي جون مالا ميشيل اللي كان يعني جا في الميركاتو الاول ما اقتنعش به كذلك الطاقم.
التقني ديال فريق النادي القنيطري. بالنسبه للمستحقات ايوب، فالفريق يعني صرف راتب ديال شهر واحد قبل الماتش ديال ستاد، كذلك تم توصل منحه ديال المباراه ديال الاخيره كونتر بنغريف انتصار، في حين غيتم صرف ديال المنحه الفوز الخاصه بالمباراه ديال ستاد يعني قبل الماتش كونتر فريق ديال الشباب السوالم اللي غتكون نهار السبت مع الثلاثه العشيه يعني فهنا في ملعب بلدي مدينه القنيطره. كما قلت التدريبيه عاديه جدا، يعني الفريق يعني معنويات مرتفعه بعد تحقيق الانتصار، انتصار يعني ثاني على التوالي كونتر مع المدرب سمير يعيش. بالنسبه للفئه الصغرى النتائج ديالهم الاخيره يعني كانت اي 15 اللي كان خسروا مع الفتح ب 3-0، اي 17 خسروا مع الفتح ب 5-2، واي 19 اللي خسروا مع الفتح ب 3-2. كذلك ما نساوش ايوب كاشاره اخيره نقدموا التهاني لابن مدينه القنيطره المعالج الطبيعي عمر بوهوش اللي كان مع الطاقم التقني ديال المنتخب المحلي المتوج بالشان مع رفقه حسين عموته. عمر بوهوش اللي كان سبق له الشغل مع فريق النادي القنيطري، كذلك الشغل مع هشام دكيك في المنتخب ديال الفوتسال. نتمنى نهنيو بهذه المناسبه عمر بوهوش المعالج الطبيعي ديال المنتخب ديال المحلي. تقريبا ايوب هذه كل الخبيرات الخاصه فريق النادي القنيطري، تبقى الابراز واستعدادات عاديه الغياب ديال الرحماوي كذلك مولاتي، كذلك تقديم العالج العمري للمشرف العام غدا 11 ديال الصباح لتقديم المشروع ديالو الخاص بالفئات الصغرى. اذا ايوب اخبار اخرى ان شاء الله ديال الفريق النادي القنيطري في المراسلات القادمه بحول الله. شكرا لك صديقنا مروان، التوفيق العامري في المهمه ديال الاداره التقنيه ديال الفئات السنيه ديال الكاك، ونتمنوا الشفاء العاجل لمهدي مولاتي اللي 3 شهور تقريبا ديال الغياب من بعد تمزق في الاربطه ديال الركبه ديالو. عدنان برداد اللاعب ديال الكاك يتكلم على المباراه المقبله كونتر السوالم. بالنسبه للمقابله المنتظره ضد النادي الرياضي السالمي يوم السبت، نحن في طور الاستعدادات لهذه المقابله، قمنا بحصتين الى حد الان. الفريق كيمر بفتره ايجابيه من نهار تولى سي سمير يعيش المهام ديالو داخل الفريق، كنتمنوا نحافظوا على سلسله النتائج الايجابيه اللي حقناها. اللاعبين حاسين بالمسؤوليه اللي عليهم تجاه هذا الفريق العريق، وكنستعدوا لهذه المقابله كباقي المقابلات. عدنان برداد لاعب ديال فريق النادي القنيطري. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.